طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، والتي نبدأها بالعناوين. من موقع الموقع بوست، منظمة أممية تقول إن السعودية ملزمة بتمويل كل المساعدات الإنسانية في اليمن. ومن عدن الغد، مسؤول بحري في عدن: فوجئنا بعدم توفر زوارق حربية كبيرة لدى قوات خفر السواحل. ومن موقع أخبار اليوم، أفراد اللواء المكلف بمواجهة الإرهاب في أبين يطالبون بالرواتب. ومن العرب الجديد: اليمنيون يستقبلون حجاجهم بالألعاب النارية وإطلاق الرصاص. أهلا بكم. في عنوان بارز تصدر الصفحة الرئيسية لموقع الموقع بوست، برنامج الأغذية يقول: السعودية ملزمة بتمويل كل المساعدات الإنسانية باليمن. وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة أن السعودية عليها بمفردها تمويل إجراءات معالجة الأمراض والجوع الذي يعصف باليمن، حيث تقود المملكة حملة عسكرية منذ عامين ونصف. وكانت تعليقات ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي مباشرة على غير العادة بالنسبة لمسؤول بالمنظمة الدولية في انتقاد طرف في أحد الصراعات. ودعا بيزلي إلى إنهاء الحملة العسكرية للتحالف، واتهمه بإعاقة عمليات تقديم المساعدات. قتل وجرح 6 مواطنين في نزاع مسلح بين مواطنين بمديرية المخادر شمالية مدينة إب، في ظل فوضى مسلحة ممنهجة تعبث بالمحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية. وقالت مصادر محلية لستمبر نت إن 5 مواطنين قتلوا من آل المرغمي والعامري إثر نزاع نشب بينهم على بئر مياه جوفية، فيما أصيب آخر بجروح مختلفة. يأتي هذا في وقت تعيش فيه محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية فوضى مسلحة وازدواجية صلاحيات بين مسلحي الميليشيا من جهة، وما تبقى من الأجهزة الأمنية الشكلية التي تدين بولائها للمخلوع صالح. وتوسعت رقعة الانتهاكات وحوادث القتل، حيث لا يكاد يمر يوم واحد دون أن يسقط قتيل أو تنهب الممتلكات العامة والخاصة. ويتابع الموقع: الميليشيا حولت إب منذ عام 2014 إلى ثكنة عسكرية ومركز لإمداد ميليشياتها في جبهات القتال بالسلاح والمقاتلين في كل من الضالع وتعز. الترويج لنصف حل يدخل مرحلة جديدة، فبينما تتداعى جبهة الانقلابيين ويتهدد تحالفهم بالتفكك، تزداد جبهة الشرعية حيرة بسبب ما ينتابها من عسر هضم لهذا التبادل أو التبدل الذي كان أمرا طبيعيا لتحالف لا تتوفر له شروط الاستمرار. هكذا بدأ السياسي المعروف وسفير اليمن في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في الاشتراك نت، مضيفا في أجزاء من المقال: تذهب تحليلات البعض في جبهة الشرعية إلى أن هذا التبدل وراءه مؤامرة تهدف إلى المجيء ببعض عائلة صالح إلى الحكم في تسوية يأخذ بموجبها صالح موقفا إيجابيا من التحالف والشرعية. ولا يخفي آخرون ارتياحهم لأنصاف الحلول تلك ولتمرير دوافع هذا الارتياح، فإنهم يبرزون المؤتمر إلى الواجهة على حساب الحضور المكثف لصالح وبصورة لا تعكس الواقع، وهم بذلك لا يرون صالح غير لاعب ثانوي يمكن تجاوزه في اللحظة المناسبة. ويختلف هؤلاء باختلاف الزاوية التي يقيمون فيها علاقة صالح بالمؤتمر، فالبعض لا زال يعتقد أن هناك مساحة تفصل المؤتمر عن صالح يستطيع من خلالها أن يستقل بقراره كمؤسسة سياسية وفقا لمعطيات مستقلة عن رغائب الزعيم. تختلط هنا الرغبات مع الحقائق الموضوعية، وتكون النتيجة هي حالة من الارتباك والتخبط التي تفضي إلى إضعاف الحشد المعنوي لمقاومة الانقلاب في أهم لحظة من لحظات المواجهة.
فبدلا من التوجه نحو الخصم إعلاميا وسياسيا، يتجه نصف الخطاب وأحيانا أكثره تأثيرا لينال من مكونات تحالف الشرعية فيما يشبه الحنين إلى مبدأ الأفضل والمفضول في صيغتها السياسية التي أفرزتها تبدلات الحياة السياسية. وبدلا من شد الرحال إلى حيث يجب أن يتحقق الهدف باستعادة الدولة من أيدي الإنقلابيين باعتبارهما معا وجهين لعملة واحدة، نرى أن هناك من يحاول أن يقارن بين وجهي العملة في محاولة لتبييض أحدهما باعتقادي أن ذلك من شأنه أن يعمق الهوة بين الطرفين، مما قد يسمح باستنساخ تحالف يستعيد الدفاع عن الجمهورية. وأي جمهورية؟ قال مدير العمليات البحرية بمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية القبطان أحمد البيشي إن الباخرة أسد الدين التي كانت في المياه الدولية وتحمل ركابا باتجاه الصومال تعرض أحد محركاتها للعطب. وأوضح في تصريح لصحيفة عدن الغد إن غرفة المراقبة بإدارة العمليات البحرية لميناء عدن تلقت نداء استغاثة غير واضح منها، حيث فوجئ الكنترول بأن طاقم الباخرة لا يجيد إرسال نداء الاستغاثة بالشكل المطلوب لمثل هذه الحالات، مما اضطر الفريق المناوب في الكنترول إلى تدريب طاقم الباخرة على توجيه طلب استغاثة، وهو ما تم فعلا، حيث التقط الطلب زورقان حربيان أحدهما ياباني والآخر كوري، إلا أنهما لم يوافقا على استكمال مهمة الإنقاذ حتى حدود الميناء بسبب الأوضاع الأمنية بحسب إفادتهما. وأوضح مدير العمليات البحرية في مؤسسة موانئ خليج عدن بعد المتابعة ومخاطبة مصلحة خفر السواحل للمساعدة بهذا الشأن، إلا أننا فوجئنا بعدم توفر زوارق حربية كبيرة مناسبة لمثل هذه المهام والحالات، وإن ما يتوفر لديهم عبارة عن زوارق صغيرة تعمل في نطاق الميناء. وعليه تم التواصل مع مدير ميناء الزيت الذي قام بتحريك السحابة نور عدن مع طاقمها والتابعة لإدارة المصافي، وقمنا بتوفير مرشد بحري لقيادة المهمة، وتم قطر الباخرة أسد الدين وترسيتها بشكل آمن في رصيف ميناء المعلى. شهدت مديرية المخا الساحلية غربية مدينة تعز جنوبي البلاد معارك ضارية بين القوات الحكومية وميليشيات صالح والحوثي. وبحسب ما أفادت مصادر ميدانية للاشتراك نت أن القوات الحكومية صدت هجوم للميليشيات شمال مديرية المخا، وتركزت الهجمات على مواقع القوات الحكومية في منطقة يختل، حيث دارت معارك ضارية بين الجانبين استمرت لساعات وخلفت مقتل وإصابة العديد من مسلحي الميليشيات. وبالتزامن فقد اندلعت معارك ضارية بين الطرفين في منطقة الهاملي شمالية مديرية موزع المجاورة. بين صراع الاسترداد للجمهورية المسلوبة وتغييب الجمهورية اليمنية، تحت هذا العنوان كتب عيسى عبد الله قاسم مقاله المنشور في موقع أرصفة، مضيفا في أجزاء من المقال: لم يكن للحوثيين من ملاذ آمن للتسلل والوصول إلى عنق البلد ليشنقوه كيفما ومتى يشاءون إلا من خلال الحمقى والطامعين والمستغلين للجمهورية، فقد ظل الحوثيون يقتفون أثر أولئك ليجمعوا كل ما يلقونه من الجمهورية اليمنية حمقا أو طمعا، ظنا منهم بأنهم بذلك يبنون ويحمون جمهوريتهم، والتي كانت لا تحمل من الجمهورية اليمنية سوى الاسم والشكل فقط، فيما المضمون والجوهر مشوه لا ملامح فيه سوى الحماقة والجشع. فجوهر ومضمون الجمهورية اليمنية غائب تماما بعد أن ألقوه خلفهم، وبذلك كانت جمهوريتهم التي سلبت منهم هي الحاضرة في صراعهم مع الحوثيين للجمهورية اليمنية، والتي لو كانت حاضرة في صراعهم ولم يغيبوها لما سلبها منهم الحوثيون. واهم من يظن بأنه قادر على استرداد الجمهورية اليمنية من الحوثيين لسببين: أولهما أن ما سلبه الحوثيون ليست الجمهورية اليمنية، تاليا عملية الاسترداد الحالية التي يقومون بها ليست للجمهورية اليمنية بل لجمهوريتهم. وفيما يبدو بأن الدرس الذي أخذوه لم يكن كافيا ليدركوا بعده مفهوم وقيمة الجمهورية اليمنية والتي بها فقط ستكون هزيمة الحوثيين، ومن لا يدرك قيمة الأشياء لن يستطيع أبدا الحفاظ عليها أو استردادها إن سلبت منه. حملت صحيفة أخبار اليوم مجموعة من العناوين والتي نقرأ منها: اجتماع استثنائي للحكومة لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة الكهرباء والمشتقات النفطية في عدن، ومن أبين
العشرات من منتسبي اللواء 103 يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم. وبالعودة إلى عدن، رئيس الوزراء يلتقي قائد القوات السعودية بعدن ويؤكد بدء تحرير تعز. وموظفو تعز يعلنون الإضراب المفتوح والإضراب عن الطعام حتى صرف المرتبات المتوقفة منذ عام. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. عودة اليمن من رحلة الحج تترافق مع عادات وتقاليد عدة لأهل بيته وأقاربه وجيرانه، فكما الوداع إلى مكة المكرمة كما أوردت صحيفة العرب الجديد. يحرص اليمنيون في مناطق مختلفة على بعض الفعاليات التي توارثوها منذ عشرات السنين في استقبال الحج العائد أو الحاج العائد بعد الرحلة الشاقة. وتختلف هذه الفعاليات بين منطقة وأخرى في اليمن، حيث يتلقى الأهالي الأدعية ويقيمون الموالد والرقصات ويرددون الأهازيج والأغاني الشعبية ويعقرون الذبائح ويطلقون الألعاب النارية والرصاص الحي في الهواء. أبرز هذه الفعاليات ما يعرف بالمدرهة أي الأرجوحة، فما أن تبدأ أفواج الحجاج اليمنيين بالمغادرة إلى مكة حتى يبدأ سكان المناطق التي يسكن فيها الحاج بنصب أعمدة المدرهة وترديد أهازيج وأغان تتمنى للحجاج أن يتقبل الله منهم أعمالهم ويعيدهم سالمين إلى أهلهم ومحبيهم. وتنصب المدرهة ويجتمع الأقارب والأصدقاء والأطفال للابتهاج بهذه المناسبة، وفي العادة يتولى من يركب الأرجوحة غناء أهازيج شعبية بألحان تثير عاطفة المحتشدين وتؤجج مشاعر الشوق والحنين لزيارة بيت الله الحرام. بالترافق مع ذلك توضع مصابيح أمام منزل الحاج وتزين المدرهة بكسوة تخصص من ملابس الحاج نفسه. صحيفة الخليج قالت بأنه سيتم تجهيز استوديوهات جديدة لقناة عدن، حيث أعلنت الحكومة اليمنية أنه سيتم الانتهاء من الأعمال الجارية في مشروع تجهيز الاستوديوهات الجديدة لقناة عدن خلال الأشهر القادمة، وذلك بالتزامن مع قدوم الذكرى السنوية 53 لانطلاق بث قناة عدن الذي يصادف يوم 11 من سبتمبر الجاري أو القادم. وزير الإعلام معمر الأرياني قام بزيارة تفقدية للمقر المؤقت لقناة عدن في مدينة جدة بالسعودية، حيث بث القناة من السعودية منذ اندلاع الحرب. كما التقى الأرياني العاملين في قناة عدن ووعدهم بمعالجة كافة المشكلات التي تواجههم والعمل على تذليل كافة الصعاب وتقديم التسهيلات وتوفير الأدوات التي من شأنها أن تؤدي إلى الارتقاء بالرسالة الإعلامية. وقال الأرياني: ستكون الاستوديوهات الجديدة من أحدث الاستوديوهات التي تعمل وفقا لأحدث التقنيات الفنية، وهو ما سيشكل نقلة نوعية مهمة للمواد البرامجية والأخبارية وشمول التغطية من الداخل. الشركاء في حرب اليمن، تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في الخليج، وقال في أجزاء من المقال: في الآونة الأخيرة طرأ على الأزمة اليمنية مشهدان عاديان وثالث دراماتيكي. يتمثل المشهد الأول في زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ طهران وإجرائه محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، وأما المشهد الدرامي فهو ارتفاع سخونة الخلاف بين شريكي الانقلاب وتصاعد الأبخرة الموحية باحتمال التصعيد والانتقال من الحرب بالكلام إلى المنازلة بالسلاح. في المشهد الأول بدت الخطوة قفزة بالباراشوت قام بها ولد الشيخ بعد رحلات طويلة غير مثمرة بين العواصم، ثم قرر الحديث المباشر مع الفاعل الأصلي وذهب هناك، وفوجئ أنه يحط فوق أرض سياسية وعرة أصيب فيها بالجروح والرذول. والحق أن طرق أبواب إيران في الموضوع اليمني عبث لا يجلب لمن يحاول غير الحرج والوجع، وليس بمقدور ولد الشيخ قليل الخبرة والمعرفة بالعلاقات الدولية مغالبة الخبث الإيراني، وحتى إذا حاولت كتائب دبلوماسية فسوف تصد الفشل، لأن التصدي الفاعل لطهران ومخالبها مرهون بنظام عربي متين ومتماسك وبوعي الدول العربية بالأمن القومي ضروراته ومحدداته. أما دراما الصراع القائم والقادم بين المؤتمر الشعبي وأنصار الله الحوثيين فقد كانت المناوشات الإعلامية حاضرة في علاقتهما منذ نشأتها، ولكنها دارت دائما في المستويات الدنيا والوسطى وقريبا من القمة،
وفي انعطافها الأخير والحاد تراشق السيد والزعيم وجها لوجه من غير وكلاء ومن غير اختباء وراء الكلمات الغامضة والأبواب المواربة. المهم في الأمر أن الخلاف وصل إلى نقطة لا عودة وانسكب زيت كثير على الجسر الواصل بينهما، والأرجح أن الحوثي الأميل لإشعال الثقاب، وإذا حدث وتحقق أضعف الاحتمالات وانتصر صالح فسيكون التفاوض معه سهلا، وإذا حدث العكس وفاز الحوثي بعد أن تخور قواه تصبح هزيمته ممكنة. سننتظر ونرى واثقين أن المنتصر مهزوم في آخر الجولات. فيسبوك يجمع شمل أسرة فرقتها الحدود بين الهند وباكستان، كما عنونت وكالة الأناضول والتي أضافت في التفاصيل. بعد عشرات السنين من انقطاع العلاقة، تمكنت أسرة فرقت الحدود بين الهند وباكستان شملها من التواصل مجددا عبر موقع فيسبوك، وبعد قطيعة طال أمدها تمكنت ساجدة بيبي 52 عاما ورفقات بيبي 75 عاما من اللقاء مع ما تبقى من أفراد أسرتهما في الجانب الهندي عبر الحدود بفضل موقع فيسبوك. وبحسب قناة جيو نيوز الباكستانية، بدأت القصة برجل هندوسي يدعى سوندرا سونغ قرر البقاء في باكستان الذي انفصلت عن الهند عام 1947 خلافا لباقي أفراد أسرته الذين انتقلوا إلى الهند، حيث اعتنق سونغ الإسلام وغير اسمه إلى دين محمد، لكنه ظل يبحث عن أفراد أسرته الذين رحلوا إلى الهند وعن طريقة للتواصل معهم بشكل أو بأي شكل. واستمر الرجل في محاولاته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة عام 1970 تاركا وصية لابنتيه ساجدة ورفيقات دعاهما فيها إلى وصل رحمهما مع أفراد الأسرة في الهند. وبالفعل ظلت وصية الأب حاضرة في أذهان ابنتيه اللتين استثمرتا مزايا التواصل عبر الأنترنت لتتمكنا أخيرا من التعرف على ابن عمهما تيجندربال. واتفقت الأسرة مجددا على لم شمل أفرادها قبل أن يلتقوا بالفعل عبر الحدود. صحيفة القدس العربي قالت بأن سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة واجهت أول إضراب في تاريخها في بريطانيا بسبب نزاع حول الأجور وشروط العمل في فرعين من مطاعمهما. ونظم هذا التحرك الاجتماعي مبادرة من نقابة باكرز فود ووركرز نيون للمطاعم بسبب الوضع الشائد في مطعمين في كامبريدج وكرايفورد، حيث يشارك فيه نحو 40 موظفا، ومن المرتقب أن يتوجهوا إلى محيط ويستمنسترت حيث مقر البرلمان البريطاني. ويدور الخلاف حول رواتب تعتبر منخفضة جدا وشروط العمل والسلامة المهنية في عقود لا تحدد أي أجر ثابت وأي دوام. وقد لقي هذا التحرك دعم حزب العمال بزعامة جيرمي كوربين الذي اعتبر أن مطالب العمال محقة وينبغي الإصغاء إليها. وأشارت ماكدونالدز من جهتها إلى أن الإضراب لا يطال سوى 14 شخصا وهي نسبة ضئيلة من الموظفين، وسببه اقتراحات جديدة أدخلت على عقود العمل. ربما هو مكر التاريخ الذي وضع اليمنيين من جديد أمام مأساة الإمامة التي ظنوا أن بلادهم قد تعافت منها منذ أمد بعيد. هكذا بدأ محمد علي العقيبي مقاله المنشور في موقع الموقع بوست مضيفا في أجزاء منه. في 21 من سبتمبر 2014 أطلت الإمامية بنسختها الأحدث والأكثر قبحاً ودموية وعنصرية. أفرطت الميليشيا الحوثية في تدمير وتخريب وتمزيق البلد. ولأن الميليشيا هي النقيض المباشر لفكرة الدولة، فقد بدأت مسيرتها الإجرامية بالانتقام من كل رمزية تمت للدولة بصلة، كون حضور الدولة يعني تهديداً لحكم العصابة. احتلوا المعسكرات ونهبوا الأسلحة من أجل استخدامها في حربهم ضد اليمنيين واحتلال المحافظات ومحاولة فرض حكمهم العنصري بقوة السلاح. أوغل الحوثي في الهدم وأسرف في القتل والاختطافات والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة والقضاء على كل قيمة أو معنى جميل. وعلى مدى أكثر من عامين يسوم الحوثيون المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم سوء العذاب، حيث أحالوا الحياة في تلك المحافظات إلى جحيم لا يطاق. تمارس الميليشيا في هذه المناطق انتهاكات واسعة
تنوعت بين القتل والاختطاف والتعذيب والابتزاز وفضل الجبايات المالية ومصادرة الحريات ونهب الأراضي واستباحة أراضي الأوقاف وممتلكات الدولة وفرض التجنيد الإجباري واحتلال الجمعيات الخيرية وخنق أي عمل خيري كان يساند الدولة في التخفيف من معاناة المرضى واليتامى والفقراء والمعوزين، بل وصل الأمر بالميليشيا إلى الاستحواذ على المعونات الإغاثية المقدمة من فاعلي الخير والمنظمات وبيعها في السوق دون خوف ولا خجل ولا تأنيب ضمير. ومن صحيفة الديلي تيليغراف ننقل لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم صورا متنوعة من أبرز أحداث العالم، نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، دمتم بخير.